كثير مننا، واليوم ما حدا مستثنى من هي الحاله. احيانا هيك بنصفن بنكون عم نحكي قصه فبننسى اسماء بعض الاشخاص، بنكون بنعرفهم كثير منيح، ممكن ننسى اماكن، ممكن بلحظه انت تنسي شو عم تعملي. هلا انا بصير معي بقوم بدي اجيب غراض بوقف لساني بقول انا لوين رايحه تماما لمده ثانيه يعني. صحيح رشا، احيانا كلياتنا مثل ما قلتي بننسى اسماء، احيانا بصير بنحس في ضعف بالتركيز عندنا، بتحسي قدراتنا العقليه شوي تراجعت، مع انه بنكون يعني اساتنا بعز الشباب. لا بيقولوا انه العمر له علاقه، بس ما بعرف، يمكن اليوم علميا الضغوط اللي عم نعيشها، الشغل، روتين الحياه، الضغط الاقتصادي الاجتماعي، اكيد هذا الشيء له تاثير كثير سلبي على ذاكرة. اليوم لنحكي أكثر عن القدرات العقلية وكيف نحن قادرين اليوم نروح لتمارين نقوي من التفكير. عنا أكيد في تمارين كتير متبعة اليوم ضمن التنمية البشرية، ولكن اليوم ضيفنا حيجاوبنا عليها بأسلوب مختلف. ضيفنا لليوم هو محمد جاويش، مدرب في علوم الطاقة. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. يا رب يسعد صباحك. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. صباح الورد. بالبداية خلينا هيك نحكي أكثر عن موضوع القدرات العقلية وكيف تتفاوت اليوم بين شخص وآخر. تمام. هلا خلينا نتفق انه العقل هو واحد عند البشر، ولكن اللي بيختلف هي القدرات العقليه. نحن كبشر طبيعيين بنستخدم بنسبه تقريبيه بنسبه 7% من قدراتنا العقليه. بتختلف عند الفلاسفه او عند العلماء، فممكن هن يستخدموا بنسبه 10 كمان نسبه تقريبيه لل 12%. طيب كيف ممكن ننمي نحن هي القدرات العقليه؟ هلا اول شيء في عمليات عديده نحن ممكن ننمي من خلالها قدراتنا العقليه، ان كان القراءه، التحليل، التجربه، كلياتهم تجارب وقصص بتخلينا ننمي قدراتنا العقليه كبدايه. طيب وقت من نقول تنمية قدرات عقلية نحن فورا نروح للتنمية الإيجابية، نروح للشيء الإيجابي ونبتعد عن الشيء السلبي. اليوم إذا بدنا نقول نحن عنا أفكار سلبية وأفكار إيجابية ضمن العلم، كيف نحن قادرين نفسر هذا الشيء؟ إذا بدنا نصنف الأفكار الإيجابية أو الأفكار السلبية، هي بالنهاية عمليات عقلية. تمام. بالنهاية العقل بيعمل عمليات عقلية عديدة، إن كان كتفكير، استدلال، استدراك، تحليل، كلياتهم اليوم العقل عم يقوم فيهم. الأفكار الإيجابية خلينا شوي نصنفها ضمن التفكير الإيجابي. نعطي أمثلة. أمثلة طيب. على فرض أنا كطالب جامعي اليوم بهي الفئة العمرية تعرضت لموقف وصار عندي تقصير بدراستي، الحل ببساطة أنه أنا ألجأ لشيء خليني أعوض هذا التقصير. ممكن أني كسف ساعات الدراسة، ممكن أني ألجأ لورشات خاصة أو ورشات تدريبية أعوض من خلالها نقص الدراسة. أحسن ما أمسك أقول والله أنا قصرت هذا الفصل، يلا بلا ما أقدم موادي مثلا خليها للفصل الجاي. طب هي نتيجة إيجابية، عرفت شو المشكلة اللي صايرة معي، حللتها، قدرت أني أوصل لنتيجة تحلل إياها، عرفتي؟ هاد فيني سميه فكرة إيجابية أو تفكير إيجابي، يعني أنا فكرت بنتيجة منيحة، خلقت لها حل، وصلت لنتيجة ممكن ترضيني بالنهاية. طيب خلينا هيك نحكي أيضا عن موضوع كنا عم نحكي عن الأفكار، عن أنواع التفكير. يعني بنسمع حدا بيقول أنه تفكيره عاطفي، تفكيره منطقي، تفكير إبداعي، يعني كتير بنسمع بقسموا أنواع التفكير، شو هنن؟ خلينا نتعرف على الأنواع. مثل ما قلنا مثل ما العمليات العقلية بتختلف، كمان التفكير اللي هو من ضمن العمليات العقلية بيختلف من شخص لآخر. بالنسبة لأنواعه عندنا مثلا تفكير إيجابي، عندنا تفكير إبداعي. التفكير الإيجابي ذكرنا عنه مثال، فيني أعتبر أنه التفكير الإبداعي هو أعلى العمليات العقلية أو أعلى أنواع التفكير. حنحكي عنه مثال كمان إذا بدك. طلع فيني تحب الأمثلة اليوم قبل ما تطلب مثال. بسط شوي المعلومة كمان، كل حدا عم يشوفنا اليوم. التنمية البشرية والطاقة يعني هي صح علوم كتير صارت منتشرة، ولكن لهلأ في ناس ما بتعترف فيها. فاليوم نحن وقت بنقول نعطي أمثلة كرمال نشوف أنه نحن شيء من الواقع عم نعيشه، أنه تتلابط مع الواقع اللي نحن عايشين فيه. هلأ السلوكيات والمواقف والمشاعر اللي نحن بنعيشها بشكل يومي هي بتأثر بتصرفاتنا بطريقة حتى نحن كبشر مستحيل نتوقعها. التفكير الإبداعي على نفس مثلا المشكلة اللي أنا تعرضت لها بدراستي، طيب أنا ما مشي حالي بهي الورشات مثلا على فرض، طيب بدي أفكر بحل جديد ممكن ما يخطر بحل حدا ببال حدا، عفوا يعني يكون تفكير أو خلق حل ما أنا موجود بالحياة الطبيعية، ما راح يكون حل خالق خارق للطبيعة بالنهاية، ولكن هو بيقولوا بالعامية كرياتيف، خلاق. تمام. فأنا ممكن أفكر بطريقة خلاقة مستحيل مثلا الأشخاص الطبيعيين يفكروا فيها. طب أنا كيف ممكن بدي أوصل لهي الطريقة من التفكير؟ كمان عن طريق تنمية الأفكار أو القدرات العقلية، عن مثلا عن طريق التجربة، القراءة، الاستدلال، الاستدراك، فيني نمي كل هدول المعارف.
طب نحن حتى نقدر ننمي هذه التنمية والقدرات كمان متعلقة بشخصية الشخص، يعني اليوم عندك شخص سلبي بالحياة، صحيح. يعني شخص إذا بتقعد معه بيسحب، ماني عم أشر عليك بس يعني حسيت لا بتحس إنه هو سحب كل شيء إيجابي منك وخلاك إنه أنت اليوم عن جد ممكن تميل له شوي. اليوم صاحب النظرة الإيجابية كيف شو متكون صفاته؟ كيف هو قادر يحافظ على هاي الطاقة اللي عنده؟ هلا أول شيء هو شخص بده يكون متفائل، بغض النظر ممكن ينط له شخص سلبي يقول له ما في شيء ممكن يفائل بالحياة، بس إذا شخص واحد منيح كيف ممكن يتفائل؟ بيتفائل ببساطة بثقته بنفسه، بثقته بمعارفه، إنه ما يكون شخص يدعي المعرفة بكل شيء. طيب إنه أنا نحكى موضوع قدامي ممكن ببساطة فيني أقول أنا ما بعرف أحكي عن هذا الموضوع، حابب أتعلم عن هذا الموضوع، فببساطة بده يكون عنده مسؤولية، بده يكون عنده مثابرة، بده يكون عنده ثقة بمعارفه، بده يكون عنده ثقة بقدراته، ثقة بنفسه، وهي أهم شيء. طب كيف ممكن نحن ننمي كل هدول؟ هلا أنا بصراحة برجح التجربة أهم شيء، بغض النظر إنه ممكن يقولوا الطاقة والعقل وكذا، التجربة ممكن شوي تختلف عنهم، بس هي كمان أساس للمعارف. من أيام زمان، من أيام العصور القديمة، التجربة أساس المعارف بالحياة. فنحن قد ما جربنا بالحياة يعني رح نتعلم أكثر. في كتير عالم بتقرأ 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 ولكن هي ما بتعرف تطبق، لأنه ما في تجربة وما في معارف سابقة بالتجربة عندهم. طيب خلينا انا هالمره بدي اقول لك اعطينا امثله. مثلا بالحاله العاديه كثير نحن بنكون مشوشين، بنحس طاقتنا نازله، عندنا كثير مهام ما بنعرف من وين بدنا نبلش. خلينا نعطي هيك شويه تمارين اليوم ممكن الواحد يسويها بالبيت بينه وبين حاله شوي، خلينا نقول تشحذ الدماغ والقدرات العقلية. يعني هلا اهم شيء انا بالنسبه لي هو الوقت، نعرف كيف ننظم وقتنا. طب كيف بدنا نعرف ننظم وقتنا اذا نحن هذا الوقت كله مبعثر عنا؟ ببساطه فيني حد جدول بسيط برجح المهم والاهم بحياتي. مثلا انا اليوم الصبح لازم يكون عندي مقابله الصبح، الظهر عندي شغلي، المساء عندي التزاماتي مع اهلي. هل من المنطق انه في الساعه 6 الصبح وخلص التزاماتي مع اهلي؟ لا ببساطه. فانا بحط بحط الاهم بعدين بروح على المهم. جدول ممكن اني نظم وقتي من خلاله. اثنين ممكن الجا للقراءه والمعارف قلت لكم. ثلاثه ممكن الجا اني جرب كثير شغلات ما تكون موجوده بحياتنا الطبيعيه. اربعه خلينا نتخيل صندوق، تمام؟ يقال عنه بمصطلح تفكير داخل الصندوق والتفكير خارج الصندوق. كل شيء معارف وكل شيء خبرات وكل شيء عادات وتقاليد نحن متعودين عليهم او عرفناهم بحياتنا الطبيعيه هن موجودين داخل هذا الصندوق. فانا اي مشكله ممكن اتعرض لها، اي قصه بدي اتعرض لها، دغري رح ارجع لهدول المعارف. خلص ما عندي قدره على التفكير الابداعي، ما عندي قدره على خلق حلول للمشكله. عالج المواقف بنفس الطريقه اللي عالجت فيها بمواقف سابقه. بالضبط. فهذا الشيء ممكن يعطيك نتيجه مؤقته وما رح تكوني رضيانه على الحل مع المستقبل. بيجي شخص ثاني عمل قدراته العقلية عالية، طيب هذا الشخص بيستخدم التفكير الإبداعي، فهو ببساطة ممكن يفكر خارج الصندوق، يعني يطلع على كل هدول المعارف والخبرات، أكيد ما راح ينسفهم بالنهاية، بالنهاية هن المعارف سابقة، يخلق منه الحل كان موجود خارج هذا الصندوق. فببساطة مثلا أنه الشخص والله ما أنه قادر ينظم وقته، طيب في شخص ثاني بنفس الانشغالات بالحياة بس قادر ينظم وقته. ببساطة كيف؟ قسم وقته بطريقة صحيحة، عرف يجرب شغلات كثيرة بالحياة، قرأ، تعلم، صار عنده خبرات عديدة بالحياة. كمان اليوم حتى العلاقات الاجتماعية بتساعد بالمعرفة بطريقة جدا رهيبة، أثر بطريقة كثير رهيبة. صح. خلينا نسألك عن موضوع دائما بيقولوا فرغ مخك من الطاقة السلبية أو من الأفكار السلبية، هي عملية التفريغ كيف بدنا نسويها؟ هلا في عملية تفريغ الطاقات أو الشحنات السلبية بتختلف من شخص لآخر. في شخص بيفرغ بالقراءة، في شخص بيفرغ بالنوم، في شخص بيفرغ أفكاره السلبية بمشوار مع أصدقائه، هي بتختلف من شخص لآخر. ولكن تفريغ الشحنات السلبية أو الطاقة السلبية أو حتى الأفكار السلبية هي قرار داخلي. يعني في كتير عالم مثلا ممكن يطلعوا مع رفقاتهم ليغيروا جو وما بيمشي الحال، بينكدوا على الطلع كلياتها، لانه ببساطه هن ما عندهم القدره على هذا القرار الداخلي. فتفريغ الطاقات السلبيه هو قرار داخلي ببساطه، ممكن تفرغي بالقراءه، بالاسترخاء، باليوغا، باكثر من عمليه. طيب ولكن اليوم نحن بنسمع كثير بعلم الطاقه والتنميه البشريه انه هن في بعض التمارين بتساعد الشخص انه يتخلص من افكاره السلبيه، ان كان بالضغط باماكن معينه على الجسد. صحيح. أعطينا أمثلة. اليوم نحن بحاجة هدول القصص كتير. اليوم يعني الجو بشكل عام والضغط اللي عم بيعيشه كل الناس اليوم بحاجة اليوم إنه يعني يتعلموا هدول التمارين. يعني صحيح.
هلا ابسط تمرين او ابسط مثال ممكن يتطبق هو انه الشخص يقعد قاعده صحيحه بالبيت، ممكن يركز يحط قدامه شمعة، يحاول ينظم نفسه بطريقه صحيحه بين الشهيق والزفير، ببساطه يركز، مو بالضروره تكون شمعة، ممكن تكون نقطه ارتكاز لنظره، يحاول يركز بهي النقطه او بهي الشمعة، يفضي فيها كل الطاقات السلبيه. طب كيف ممكن يفضي فيها كل الطاقات السلبيه؟ خلال التركيز. هنرجع لنفس قصص العمليات العقلية، بده يركز بهذا الشيء اللي حابب انه عن جد يفرغ فيه طاقات سلبية ليقدر هو يفرغ فيه طاقات سلبية. في عالم بتقول ممكن بالايدين، باصابع الايدين، انه بضغط على الساعد، بضغط على في اماكن نقاط معينة بالجسم، في نقر. انا كنت اعرف حدا بعلم الطاقة انه يعني اللي وقت اللي بيكون في شيء تفكير سلبي، شيء انه حتى مطاطة ونقري فيها هيك على المعصم انه ممكن تروح، بس ما جربتها للامانه يعني. حتى تفريغ الطاقات من الايدين والاقدام صارت تستخدم اليوم بالعلاج كمان بالعلاج الفيزيائي. تمام. طيب خلينا نقدم هيك نصائح اليوم لكل الاشخاص اللي حابين يعني يجددوا طاقتهم، يشحنوا حالهم بطاقه ايجابيه، او حتى يتخلصوا من هالطاقه السلبيه اللي عم يعيشوها. تمام. هلا انا اول شيء بفضل انه نحن بالحياه بنربط بين المعارف والعمليات العقليه والطاقه، لانه ببساطه كله راح ينفذ على كله. برجح القراءه اليوم عم تعطينا معارف كثير كبيره. اثنين، برجح التجربه، قد ما جربنا قد ما راح نتعلم اكثر، بدون التجربه نحن كل المعارف اللي عندنا مستحيل نقدر نطبقها. برجح انه لو كل يوم ربع ساعه يكون عندنا ربع ساعة مع حالنا نفرغ من خلالها طاقة سلبية، إن كان استرخاء، يوغا، ممكن حتى قراءة كتاب مثل ما قلت لك، ممكن مشوار مع الأصدقاء نقدر من خلاله نفضي طاقة سلبية. دائما في نقطة يعني من خلال تجاربنا أنه الناس اللي حوالينا هنن العامل الأساسي بهي الطاقة، إن كان سلبي أو إيجابي. يعني بنتشكر حضورك اليوم ولكل المعلومات اللي قدمتها. نهارك حلو هيك ومليان بالطاقة الإيجابية. نهارك أسعد يا رب.